تبارك الله كما كتشوفوا حوالة خاص في انسكان اللهم بارك. انا غادي نحاول نكتشف لكم اثمنة حاليا تبارك الله. اليوم اثمنة مرتفعة شفنا حوالي 6000 درهم من الفوق، ممكن بعد 4 ايام ولا 5 ايام غادي نشوفوا حوالي 7000 درهم من الفوق. شحال الثمن ديال هادو اسيدي؟ الله يفضل على الحياة. ها 86. إذن أخيرا اكتشفنا أثمنة ديالهم 86000 فقط. رخاص رخاص كيقول شي واحدين 6000 درهم من الفوق. إذن الحوالة ب 86. إذن هادشي اللي قال هاد السيد، كل واحد شحال باش كيبيع الثمن ديالو. إذن اش غادي نقول لكم، أثمنة مختلفة تماما في إنسكان، كل حوله بالثمن ديالو. هاد الحوالة ب 86000 تقدر غادي تشوف الحوالة اللي قال لنا هذاك السيد 5000 درهم ولا 6000 درهم، شي بحال هاد الحوالة. إذن ما عرفتش فين كيلفح، واش بالنسبة للكيلو ولا على كل مكان والحوالة ديالو. 86 الجملة والسقاطة. دابا مثلا انا بغيت ناخذ غير واحد، شحال الثمن ديالو؟ ديرو الثمن ديالو مثلا بحال هذا، شحال دابا هذا بوحدو؟ اه 90000 جملة 86. تماما تبارك الله. اذا انا خصصي قاعد يعني يا كل الفرق في الكيلو. شنو رايك في السوق نتاع النسبه اثمنه؟ شفنا الحولي ب 6000 درهم 7000 درهم الغلا كاين، كل واحد كيمشي على جهده، كل واحد يمشي على جهده، كل واحد على ما شافت عينه. ودابا كيعشق شي حاجه كيزيد فيها الثمن ياك. دابا مثلا بقى العيد 4 ايام، غتبقاو في هذا الثمن ولا تزيدوا في الثمن؟ غدا ما عرفناش كاين ياك، لا يعلم بالغيبه الا الله. دابا كتشوفوا انتم السوق اللي دار السوق، وهادشي اللي كاين حنا في السوق. تماما دائما مع السوق، الا كان السوق طالع راه كيبيعوا بالثمن ديال السوق، كان ناقص كيبيعوا بالثمن ديال السوق. الله يسخر اسيدي. هاد الحواله منين شفتيهم؟ هادو شيشاوه. شيشاوه كما كتشوفوا الحواله ديال الشيشاوه، وانا رايي الحواله ديال الشيشاوه رخاص 86 90، اذا الثمن عادي. الله يسخر اسيدي. سمح لينا. اذا باقي مستمرين في الجوله ديالنا. اذا هاد البلاصه كلها فيها الحواله وموجود الخير تبارك الله. تماما. اذا غادي نحاولوا، كاينين بعد الكسابه طالع عليهم الدم. كاين اللي طالع عليه الدم، كاين اللي كيعي، كاين اللي ديروا الحجامه ولكن ما ديروش هذه، هذه لا، هذه غديروا احسن حجامه كتبت الشم من الجسم. الحواله ديال تيم الكمل تيم حضيت. تماما. شحال دايرين اسيدي هادو؟ شحال دايرين هادو؟ 84. الله يربح لك عليها. 84 ناس هادو ديال تيم حضيت ياك. الحواله ديال تيم حضيت 84 ناس. اذا الطريقه ديال الحجامه انا رايي كنديروا هذه. شنو هي الحواله ديال تيم حضيت؟ رخاص شويه 84 ناس والمليح ولا شربتها البهيمه كتوحل لها. شوف الصفات ديالهم كي دايره. شحال كيقول لها تيطا يا تيطا؟ ها تيطا هي 84 فقط تاخذ الحولين وتحيد بسهل. اللي بغى يدير الحجامه ديال تيطا شنو رايكم في السوق؟ مزيان واللي بغى يغلط بحال هذا زين السوق ياك. كيما سمعتوا مواليهم كيقولوا بانه الثمن مناسب، كاين جرا ياك. تبارك الله. كادو من عندي ليكم الحواله ديال تيم حضيت في نسكان 84. اذا اما احسن الصحه ولا الفلوس؟ المليح تبارك الله كما كتشوفوا اللون ديالهم في الوجه ديالهم، الالوان ديالهم في الوجه ديالهم. وفي نفس الوقت الحواله ديال تيم حضيت هذه هي قعيتهم، ماشي بحال السردي. السردي عنده اللون ديالو، السردي راكم عارفين كي داير اللون ديالو، وتيم حضيت هذا هما اللون ديالهم. اذا غادي نقول لكم كنشوفوا بعض الناس كيشري والسوق عامر تبارك الله. اليوم ثلاث انسكان. اذا راكم عارفين ما بقى والو للعيد، ولكن العمليه الخطيره اللي خاصكم تحليو منها وتحسوا مع البال. 84000 فقط. اي راجل كيتصاب المنظمه ديال الصحه العالميه. كل واحد كيمشي. واي راجل 50 عام يدير
وقرا عمليه جراحيه في العدد الكمليه. هاي الشيء ما كتسمعوا كيقول بعض الناس فانه الناس اللي قد الحال ما غاديش يشريو من حولك. نتمنى لهم التوفيق ان شاء الله بحول الله، وعاد جدا كلشي غادي يعيد ان شاء الله بحول الله. نتمنى ان شاء الله يكون افضل ان شاء الله بحول الله. نتمنى يعني الناس كلشي تعيد كلشي يشري، هادشي كنتمناو. تقاضى الله مثلا شي حد ما شرى ما عاد يجي العيد غير سنه. راه ماشي شحال هنا بزاف كنطلق المراه بعدا. الله يربح لي قبيله. انا غادي نحاولوا انت الراجل اللي دار العمليه على هذه وكتشوف. نكتشفوا لكم مكان جديد. السلام عليكم. شحال الثمن ديال هادو اسيدي؟ هادو الحواله جداد ديال تيم حضيت. جينا باش نشوف الثمن ديال الحواله ديال تيم حضيت. شحال دايرين هادو اخويا؟ 92. اذا كما شفتوا الحواله ب 84 ديال تيم حضيت، هادو 92000. ولكن كاين الفرق، ها يبان لكم في الفيديو، ولكن الفرق كبير بين ديال 92 و 84. إذن هادو كما كتشوفوا تبارك الله الحوالة ديال تيم حضيت. إذن الناس واللي بغى فيكم باقي ما كتجرش، ما كاينش واحد الجرة حيت الناس كتنتظر. إذن تبارك الله. إذن السوق عامر. دابا تقريبا شحال من عام عندهم هادو؟ عام الشباب المليح. كاينين 84 كاين 90 كل حاجه بالثمن ديالها. نتمنى التوفيق ان شاء الله بحول الله. يا ربي تسهل لكم جميع الكسابين جميع الفلاحين. نتمنى لهم التوفيق. برافو كاع الناس اللي كيديروا الاغنام المعيز الحواله. راكم عارفين هذا الخير ماشي سهل، اذا ما كيستحقوا اي حاجه. خلصتي بها الحولي، راه في نفس الوقت كدعم هذا الشخص اللي كيربي الاغنام ولا الحواله. واجب تشجعوهم انت هما، حيت كما قلنا هادو سنه عام، اذا عام كيصرفوا عليهم. اذا تخيل عام ديال الخدمه وفي الاخر كيجيبوا من السوق باش يستافدوا. الله يصلح وطن. اذا كما كتشوفوا معنا باقي مستمره الجوله ديالنا. تبارك الله الثمن مرتفع تماما، الخير موجود تبارك الله. في نفس الوقت الهدف ديالنا هو اكتشفوا اثمنه باش تشوفوا انتم السوق. بعض الناس كيقول شوفوا المنازل ديالهم كنحاولوا شي حاجه. اذا نسولوا شحال دايرين اسيدي هادو؟ بيعوا لنا خويا هادو.